السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن الليبرو أوفيس، برنامج رايتر اللي هو مثل برنامج الوورد على مايكروسوفت أوفيس. راح أشوف مميزاته بسرعة. أول شيء قلت لك قبل التقرير اللي كان عن الليبرو أوفيس أن البرنامج يفتح الأوفيس 2003 و2007. بعض الناس تشتكي تقول أن هذا الموضوع ملخبط، برنامج الليبرو أوفيس مو بزين. المشكلة مي بالليبرو أوفيس، المشكلة أنه مايكروسوفت ما اعتمدت شيء أو مواصفات قياسية بحيث انه لو فتح الملف باي برنامج يضبط مضبوط. لا، مايكروسوفت خبط هالموضوع على المطورين بحيث انه يكون له يعني برنامجها الخاص، وهذا نوع من الاحتكار اللي ما يقبله اي لينكس اوي. طيب خلونا نشوف. اول شيء علشان نشتغل على البرنامج نحتاج اللغة العربية، وتكلمت قبل قلت اني بتركه باللغة العربية. ادخل لانجويج سبورت عشان تأكد ان دعم اللغة العربية موجود على الجهاز. بعدين راح تدخل على Install Remove Languages اللي هي إضافة وحذف لغات. حط صح على Arabic، بعدين اضغط Apply Changes، راح يطلب منك الرقم السري وينزل لك ملف اللغة. طيب هذا البرنامج. اوكي، خلونا نحضر البرنامج للغة العربية. اول شي ادخل على Tools Options، بعدين راح تحصل Language Settings Languages، وبعدين انت بتحصل هنا User Interface. اليوزر انترفيس حوله الى Arabic، وبعدين حط علامة صح، هذا ضروري يحتاج جدا كعرب، حط علامة صح هنا. ادخل على اللي هي الكومبلكس، وين راحت الكومبلكس؟ اوكي، قفل البرنامج وافتح من جديد. راح يكون معك باللغة العربية الحين. اذا حاب تراجع زي قبل تروح ادوات خيارات، بعدين تروح لاعدادات اللغة، بعدين تخطيط النص المركب. هذا نحتاجه احنا اذا كنت حاب ان الارقام تظهر باللغة العربية، اختر الهندية. تمام، وراح يكون معك طبعا الارقام هذه زي ما انتم عارفين ارقام اصلها هندي، لذلك مكتوب بالهندي. خلينا نشوف على السريع وش ممكن نسوي. نبي نصمم واجهة كتاب او نضبط لنا واجهة كتاب. طريقة بسيطة ان شاء الله، بس خلينا نضبط البتاع. اوكي، نكتب اول شيء مثلا لا وشو نكتب كتاب، نكتب مثلا الليبرو اوفيس رايتر. اوكي، عندك هنا التبسيط، عندك هنا تكبير الخط، ممكن تغير الخط من هنا بعد اذا حاب تغير الخط. مثلا تكتب تحت طبعا كعربي لازم تختار من اليمين لليسار، بحيث ان لو حطيت نقطة هنا تجي بالاخير ما تجي بالاول. طيب طبعا هذا هو من اليمين لليسار. لو ما ظهر معك هذا اضغط على السهم، هذا الازرار المرتبة، بعدين راح تحصل الزرين هذه من اليمين لليسار من يسار اليمين، بس غالبا راح تظهر لان احنا قبل شوي حددنا انه يظهر. اوكي، نكتب هنا مثلا معلومات قيمة حول برنامج رايت. طيب تصغير الخط مثلا، خلونا نغير الخط بعد. بس علشان يكون عندنا صورة واضحة خلونا نكتب بالانجليزي عشان نشوف المحاذاة. ليبر اوفيس رايت رايتر. في شيء غلط هنا، ايه هذه. اوكي، هما نروح نكتب طبعا من هنا راح تحط المحاذاة يسار يمين، فتكتب هنا valuable information about writer رايتر. اوكي، نكبر الخط نفس الطريقة تماما. ممكن حابين نضيف صورة مثلا، نضغط على ادراج صورة من ملف. خلنا نضيف الصورة هذه. طبعا الصورة هذه ما لها علاقة بالبرنامج، هذه صورة ال ام ام سي تكلمت عنه قبل، خاص بتحويل الصيغ. انا اكتب هنا مثلا تأليف عبد المجيب
تاريخ التأليف سنة السحيلة وفلقن إذا فهمت وش معنى سنة السحيلة. أوكي، نسوي المحاذاة يمين يسار، نرصه يمين، أغير الخط مثلا إلى خط أفضل، مثلا خط قناة العربية هذا بالشكل هذا. أوكي، ممكن نضيف جدول. شلون؟ جدول إدراج، الجدول تختار الأعمدة اللي تبي، مثلا 3 أعمدة بصفين. أوكي، ممكن تكتب بعض الأشياء هنا، مثلا تكتب ما أدري وش أكتب صراحة. 1 2 3 ألف جيم. أوكي، ممكن أيضا تنسق الجدول، طبعا تلقائيا راح تظهر لك النافذة هذه حق الجدول. ممكن انك تضيف لون الحدود، لاحظ ان الحد هذا صار الحين اخضر، وهذه الميزة حلوة انه لو حددت مكان معين يتغير لون المكان هذا بس. فممكن نخلي هذا ازرق، او ممكن تغير لون الخلفية كامل، لون الخلفية بالشكل هذا تقريبا. بس هذا اللي موجود، طبعا ممكن انك تدخل على تنسيق اذا حاب تضيف بعد الاطارات. جدول تنسيق، بعدين راح ندخل على الصفحة، راح نتكلم عن تنسيق الصفحة الحين. ادخل على الحدود، اختر نوع الحد اللي تبي هذا. في عندك انواع الحدود، في بس يمين ويسار مثل ما انت شايف، في فوق تحت، في جهة واحدة، وفي كل الجهات. وممكن ايضا تختار ظل، فممكن تسوي ظل مثلا بالجهة يمين فوق، تختار لون الظل، طبعا خلينا نختار رمادي فاتح، نضغط اوكي. هذا ممكن اننا ننزل الادوات تكون بس هنا عشان نرتاح من شكله. فلاحظ طلع عندك هذا. تقريبا هذا هو الشيء اللي يحتاجه المستخدم. في اشياء كثيرة هنا، ممكن بس تضغط انت يفتح معك، ما عندك مشاكل. في عندك شيء اضافي، ممكن تضيف رمز معين ادراج، اللي هو رمز ما يكون بلوحة المفاتيح، رمز خاص. فممكن نضيف بعض الرموز الخاصة من هنا، مثلا كحروف اللغة العربية، مثلا في بعض الحروف مثلا ما تظهر بلوحة المفاتيح، مثل حرف ك بالشكل هذا ما يظهر. فممكن تكتب كتاب، هذا كاتب كتاب، طبعا الخط مو مناسب للنوع هذا من الحروف. اوكي، ممكن نضيف رموز ثانية، إدراج، أين راح الرمز؟ يا شباب أين الرمز؟ أيوه بدينا نقرب، هذا رمز خاص. ممكن نضيف مثلا كلمة الله جاهزة. أوكي، أيضا في شيء إضافي ممكن نتكلم عنه على السريع، اللي هي أحيانا بعض الناس تفضل إذا كان يعني ألف كتاب، فممكن يحب يحط ملاحظة هنا عشان ما ينسى، فيضغط هنا، تضغط الإدراج، تعليق، فراح يكون عندك تعليق على الجنب، مثلا تكتب هنا انتبه لا تطبع هالصورة مثلا. طبعا هذا جاء هنا ما أدري ليش. حلو، أيوه كذا شكله أزين. فتخيل إنه في هنا شعار الليبرا أوفيس وهذا كتاب. انتهينا. في عندك طريقة الحفظ، حفظ باسم، تختار الصيغة اللي تبي، مثلا طبعا هو افتراضيا ODF، حلو ODF، ODT، تمام. فتختار مثلا مايكروسوفت وورد، في عندك المايكروسوفت وورد الدي او سي، انا ما اختبرت الحركه هذه، ممكن انك تحفظ وتجرب. طبعا هذا اللي دي او اكس اللي هي المايكروسوفت وورد الجديد، واللي فوق الوورد القديم، لو حبيت انك ترسل البرنامج او الملف الى شخص يستخدم الوورد، او تكتب العنوان وتضغط حفظ. الى هنا انتهينا، شكرا لمتابعتكم. الدرس الجاي ليبر اوفيس امبرس اللي هو بديل للباوربوينت. ادخل على القناة تشوف يمكن في بعض الدروس تفيدك بلينكس. لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.